هنوريكي بقى اللي دلوقتي سوي، صفحة سوي اهي كلها عندك. بقولك على اليمين كلمة create new، خلاص ده بيقولك يعني ايه، انك انت هتعملي سوي جديد خالص، فاضي نظيف من اول وجديد، وانت بقى اللي بتدخلي عليه بقى شوية ايه الديزاين والديكوريشن اللي انت بتبقى عايزاه. فبنقوم عاملين create new، يا اما من هنا يا اما من الناحية التانية اللي هو ما بعملش اللي هي start from document دي. الدوكيومنت دي، لما يكون انت عندك حاجة جوه جهازك جاهزة خلاص وانت عايزة بس تحمليها على شكل السوي. لكن هو يفضل ان انت تعملي واحدة جديدة من اول وجديد عشان لا هو تعرفي. فعلا كده، انا كده عرفت الغلطه بتاعتي. انا كنت دايما اعمل اللي هي بقول لك عليها دي، وافضل بقى اقول هي الصور ما بتنزلش ليه زي ما الناس بشوفها عامله. لا يا حبيبتي، انت بتعملي كرييت نيو خلاص. اعمل كرييت نيو دي. دلوقتي الصفحة فتحت اهي عندنا، وصلت عندك. بصي حتى لو ما ظهرش حاجة عندك انا هشرح كل حاجة مرة واحدة، وتطمني دلوقتي الميتنج ده بيتسجل خلاص، تمام، وهرفع لك التسجيل وتشوفيه بقى براحتك الله يرضى عليكي، ربنا يبارك لك خلاص. يا رب. طبعا دلوقتي صفحة السوي طلعت عندنا، من الشمال كده من فوق حاجة اسمها insert، insert يعني ادخل، وجنبها كاردز اللي هي الكروت. يعني ايه كروت؟ السوي ده عبارة عن مجموعة من الكروت مسمينها كروت العناوين والنصوص والصور والفيديوهات، ولو انت مثلا عايزة تنزلي ملفات صوتية او عايزة تنزلي كروت اللي هي الامبيد كود. يعني ايه امبيد كود؟ يعني عايزة مثلا عندك فيديو اوفيس ميكس، بتطلعي الامبيد كود بتاعه وبتقومي حاطاه جوه الكارت ده، فيقوم يدخل جوه السوي خلاص. من الناحية التانية عندنا ديزاين. ديزاين يعني ايه؟ يعني التصاميم، تصميم السوي. تحب شكله يبقى ايه؟ عندك مجموعة كتيرة قوي من التصاميم بتختاريها زي ما انت عايزة خلاص. هو طبعا اوريدي مطلع لك دلوقتي الصفحة فاضية خالص، التصاميم دي احنا ممكن نلعب فيها بعد كده براحتنا. اللاي اوت يعني شكل السوي في طريقة عرضه بعد كده عايزاه يبقى شكل ايه؟ هل بشكل طولي ولا بشكل افقي ولا بشكل عمودي؟ يعني يجيب لك مجموعة النصوص والملفات ومثلا الفيديو أو الصورة وجنبها النص بتاعها. دي ايه؟ ده اللي اوت. يعني ايه ريميكس؟ ريميكس ده يعني بيلعب لك هو في التصاميم اوتوماتيك من عنده، مش انت اللي بتعملي التصميم. يعني بتقعدي تخبطي كده على ريميكس كذا مرة لحد ما هو ما يطلع لك تصميم عجبك، ايه بتثبتيها على كده وخلاص. عندك هنا سهمين يمين وشمال، السهمين يمين وشمال ده زي التراجع عندنا في برنامج الوورد. تمام. لو انت عامله حاجه وحبيتي ترجعي فيها بتقومي دايسه على كلمه undo previous action. لو عايزه تعملي حاجه ترجعي تاني للحاجه اللي انت عملتيها وشلتيها بتقومي redo previous action. طيب ايه البريفيو ده؟ البريفيو ده اللي بيوريك الشكل اللي سوي قبل العرض بتاعه. كل ما بتدخلي كارت او بتدخلي نص او بتدخلي اي حاجه بيطلع لك اول باول قدامك بتشوفيه. ده اللي حلو في السوي، ان انت بتشوفي شكل الحاجه وانت كاتباها بتطلع شكلها ايه. على اليمين خالص كلمه بلاي، بلاي ده اللي هو تشغيل، تشغيل السوي. شغلي بقى يا عم السوي بعد ما انا خلصته، وتقعدي تتفرجي عليه وتشوفيه هل في حاجه عايزه تتعدل تتظبط. اوكي. عندك من فوق شير، شير ده اللي هو بعد ما بتخلصي خالص وتأكدتي ان انتي كده تمام بتقومي عاملة بتدوسي على علامة شير ده، وبتطلعي اللينك اللي ايه اللي المفروض هتشيريه لأي جهة انتي عايزاها عشان هما يشوفوه. تمام. تيوتوريالز دي اللي هي مجموعة فيديوهات تعليمية لكيفية استخدام السوي، طبعا كلها بالانجلش. والتلات نقط دولت لو عملنا كليك عليهم كده بيطلع لنا هنا ماي سويز. يعني ايه ماي سويز؟ يعني مجموعة السوي اللي عندي اللي انا عملتهم. انا ليا دلوقتي جوه الموقع سوي ليا ملف خاص بيا جامع كل السوي اللي انا عملته بايه باشكاله المختلفة. ممكن تعملي كرييت نيو لو انت عايز تعملي سوي تاني جديد. دوبليكيت ذيس سوي، دوبليكيت يعني ايه؟ يعني يعمل لك نسخة إضافية. حتى هو بصي لما جينا بالمؤشر
أم عامل لك إيه make a copy of this سواي. أنا عايزة مثلا تسهلي على نفسك بعد كده، ممكن بعد ما بتخلصي السواي ده وعجبك، بدل ما ترجعي تتعبي في سواي جديد من أول وجديد، ممكن تعملي منه كوبي وتشتغلي عليه حاجة تانية. خلاص settings فهمت. فور سواي، هنا اللي هي الاعدادات بتاعت السواي. بصراحة أنا ما جيتش ناحية السيتنجز دي خالص ولا عمري جربت فيها، لان ما بحبش ان انا اتوه نفسي في مدايات، بس اعتقد ان هي كلها الاعدادات اللي احنا ايه بنتكلم عليها فوق. يعني جميل. انا لو عملت عليها كليك كده، هنا مثلا اللانجوج، انت عايزه مثلا الاعدادات بتاعه السواي عايزاها باللغه العربيه ولا بالانجليزي؟ طبعا يفضل بالانجليزي لان العربي سيء جدا. كانت في طالبه عندي عملته بالعربي وتعبت جدا عبال ما عرفت اظبطه، لان طلع طبعا الكروت مش متناسقه والدنيا كانت بايظه خالص. هنا شو تكست دايركشن بوتون، يعني بيقول لك ايه، بتبين اتجاه النص من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين. إيه ده نفس الكلام. الفيو سيتنجز اللي يعني ان الناس اللي هيشوفوا السوي بتاعك كان دوبليكيت ذيس سوي. طبعا ديت ايه، لو انت يفضل طبعا ان انت ايه تقولي لا، لان كده ممكن هما يسرقوا شغلك. تمام. ياخدوا النص بتاعك. انا طبعا انا وقعت في الواقعه دي، وفي فعلا ناس كتير قوي خدوا السوي اللي عندي اللي انا حطاها على البروفايل بتاعي، لان ما كنتش اعرف المعلومه دي يا وبعد كده شيخ. اكتشفتها. هنا مثلا فيو كان فيورز كان تشينج ذا لاي اوت اوف السوي، ان الفيورز ممكن يلعبوا في اللاي اوت في الـ، طبعا برضو المفروض دي نشيلها لان هم ممكن يلعبوا في اللاي اوت بتاعك. ايه مثلا شو سوي انفورميشن فوتر، فوتر اللي هو الايه المعلومات بتاعت السوي من تحت. اوكي كده تمام. وبعدين تحت اوتو بلاي، اوتو بلاي دوت اللي هو تشغيل اوتوماتيك. طبعا ما يفضلش يبقى تشغيل اوتوماتيك، لان انت مثلا بتبقى عايزه تعرضي الحاجه دي بعد كده قدام طلبه قدام مدرسين، فبتحبي انك تمشي معاهم خطوه بخطوه ما يلاقوش الايه العرض بيجري قدامهم وهم مش فاهمين حاجه. ده بالنسبه للسيتنجز. خلاص هنقفل من فوق ونبدأ مع بعض الشغل دلوقتي. احنا عندنا هنا عايزين بقى نرجع للكروت بتاعتنا، بنروح عند السهم ده عشان ايه نكبر العرض بتاعنا. هنا مكتوب اول حاجة عندنا بتطلع ده كارت العنوان. كارت العنوان ده بتعملي فيه ايه، بتكتبي فيه عنوان الدرس بتاعك خلاص، او عنوان الشريحة بتاعتك. مثلا عايزة تقولي مثلا خبرتي في مايكروسوفت خلاص، فتكتبي كده my expertise مايكروسوفت خلاص. طيب عايزين دلوقتي نطلع صورة الباك جراوند، الأيقونة ده هي انك بتطلعي صورة مثلا او خلفيه للعنوان ده. مجرد ما انا عملت عليه كليك، ايه اللي حصل؟ طلع لنا على الناحيه الشمال على طول، طلع لنا مجموعه صور مترشحه من موقع سوي ليكي، بتختاري اللي انت عايزاه. طبعا جايب لنا صور لمايكروسوفت، صور المتعلقه بكلمه اكسبرتايز. طبعا يفضل ان احنا نختار كلمه مايكروسوفت. انا بحاول اسهلها عليكي عشان برضو ايه تقدري تستفيدي من الحاجه اللي زي لا دي. جميل، لا حالك جميل، انا فاهمه خلاص حلو قوي منك. دلوقتي طلع لنا صورتين وصور تانية هي كتيرة جميلة لمايكروسوفت. نختار مثلا أول واحدة. أول ما عملت عليه كليك طلع لك العلامة الخضراء دي، وطلع لك آد بقت باللون الأخضر، تقومي قايلة له آد، ضيف للصورة دي لو سمحت. المفروض ان هو هيضيفها دلوقتي. ونقوم قافلين تاني. هنشوفها في البريفيو مع بعض. لو تلاحظي هنا هتلاقي اهو بيبدأ يحمل البريفيو بتاعك وشكل العرض هيبقى ازاي. فطلع my expertise in Microsoft،
المفروض الصورة تظهر. طيب المشكلة دي لو قابلتنا نعمل فيها ايه؟ بنقوم احنا هنا بنعمل عند ديتيلز وبنشوف هل الصورة اتحملت ولا متحملتش. اه متحملة ايه؟ موجودة تحت، يبقى معنى كده الحمد لله، يبقى احنا كده في الامان. اذا كانت هي لسه ما ظهرتش يبقى ده بس ايه، عيب من تحميل النت، فما نقلقش منها خالص. ماشي، ده بالنسبة للايه، للمايكروسوفت. ايه بقى فوكس بوينت دي؟ فوكس بوينت يعني مش ساعات بتشوفي عروض لسوي على موقع مايكروسوفت، فاول ما بتفتحي لسوي تلاقي الصورة كأن في زوم للكاميرا على العنوان الرئيسي، بيروح ويبعد. لو عملنا عليها كليك كده هتلاقيه بيقول لك ايه، هل انت الصورة دي عايزة الصورة كلها تبقى ظاهرة، ولا الصورة تبقى يدوبك الرمز يبقى ظاهر كده تحت، ولا كذا. هتقولي له لا انا عايزاها، هتسيبيها كده، او تقولي له لا انا عايزة الصورة كلها ظاهرة، وتقولي له ايه كده تمام، ما تعمليش ريست بقى، لان لو عملنا ريست يبقى احنا كده بنرجع. لا انت بتقومي عاملة كليك وتقومي ايه تقفلي ده الايه، الفوكس بوينت. خلاص طيب خلصنا دلوقتي ما الايه الصورة بتاعة الخلفية. لو نحب نختار صورة تانية احسن عشان تبقي برضو في الامان، استنى. طيب انا عايزة اشيل الصورة دي، خلاص اقوم عاملة ايه، اقوم زي ما عملت عند الديتيلز كده، فصلي العنوان عن الصورة، واقوم انا رايح عند الصورة وشايلها. هتلاقي بيقول لك اد باك جراوند، ضيف للصورة. ماشي يا عم، ضيف للصورة، ادي صورة المايكروسوفت تاني، واقول له حطها لي. ماشي، بعد ما حطها لي اقوم راجعة تاني للهيدنج، والمفروض بقى ان هي تظهر لي. خلاص هي فعلا بتتحمل اهي، يبقى احنا كده في التمام. خلاص بعد كده بقى عايزة تبدأي تضيفي نص. طب نضيف النص منين؟ ما احنا قلنا ان عندنا مجموعة كروت، الكروت اهي، وهتقومي انتي مختارة كلمة ايه، تكست. بأسهل حاجة بتقومي كده اهو، بتعملي عليها وتسحبيها وتدخليها على هنا. دي طريقة. طب طريقة تانية، شايفة العنوان الرئيسي لو عملت بالماوس كده تحتها هتلاقي يطلع لك علامة زائد مكتوب insert content. خلاص ال insert content ده هيطلع لك عنوان، كارت عنوان ولا كارت نص ولا كارت صورة. الله، يعني ده هيطلع لنا نفس اللي على الناحية الشمال. أيوة، يعني دي طريقة ودي طريقة، بتشوفي الأسهل لك إيه وبتختاريه. خلاص، وأعتقد إن ده أسهل، إن أنت تجيبي الزائد وتقومي مطلعة النص. ماشي، النص مثلا إيه، انت اللي هو السؤال، السؤال بتاع مايكروسوفت بيقول لك ايه، why do you think you are expert. ماشي كده تمام، ده السؤال اللي مايكروسوفت مقدماه في النومينيشن. خلاص طيب، انت دلوقتي شايفة النص كده، تعالي كده نشوف النص شكله ايه بره. لو بصينا عليه هنلاقيه شكله صغير جدا. طب احنا عايزين ننسق فيه، بقوم انا عامل عليه كده دبل كليك بالماوس، واقوم راح عند علامة ايه عشان اتخنه، وعايزة ايه اتخن طبعا البونت بتاع الحرف، لكن هنا هنا دلوقتي برضو المساحة أو شكله صغير، بقوم أنا هنا راح عند العلامة بتاعت الإنفاسايز وخليها مودريت عشان تكبر شوية مع الإيه، مع الشريحة. آه كده دلوقتي بقت تمام. أوكي طيب، عندك بقى مجموعة صور. أنت دلوقتي ليه معتبرة نفسك خبيرة؟ أكيد عشان أنت عملت حاجات كتيرة، وهتدعمي الكلام ده بإيه بقى، بإنك تقومي عاملة، وتقوم عاملة علامة زائد، وتقوم مدخلة ايه الصور. الصور دي طبعا عندك على جهازك، ما نقومش نختار دي يا سيدة، دي غلط، لان هنا هيطلع لك صور خاصة من الموقع، لكن انتي بتروحي عند علامة السهم ده insert from my device، وتقومي عاملة كليك عليها، هيقوم مطلعك على طول على الملفات بتاعتك اللي جوه الكمبيوتر بتاعك. خلاص
احنا طبعا انا يعني هختار لك اي صورة عشوائية كده من عندي، وانت بقى بعد كده انت عارفة ايه هتعملي ايه. ادي مثلا ايه شوية حاجات من اللي انا ايه من الكورسات اللي انا خدتها جوه موقع مايكروسوفت. ادي صورة، يفضل طبعا ان انت ايه تحملي صورة صورة صورة، بلاش تحمليهم مرة واحدة لان الجهاز هيقوم مهنج منك. اه شفت المنظر أحمل بقى صورة ازاي؟ صورة يعني. اه وتستني لما تتحمل. شفت دلوقتي العنوان طلع حلو ازاي والخلفية بتاعت مايكروسوفت. بعد ما تتحمل الصورة عايزة مثلا تضيف لها كلمة او جملة معينة. هو طبعا هو بيحمل ببطء، هنصبر شوية. اختار صورة تانية قبل ما هو يحمل. طب بص يا رانيا، ها بمناسبة ان انت حاطة السؤال ده وده على الاستمارة، ينفع تجاوبي عليه بصور وتنزليها؟ اه ايوه يا حبيبتي انا عملت كده. احط انا عندي صور تدريب للمدرسين كنت عاملاها ايوه لهم، ايوه وعندي صور تدريب للطلبة، احط صور اه ومش يا لازم حبيبتي اتكلم ومش لازم ارسم. بس بتكتبي عنوان، بتكتبي العنوان. العنوان ما تعملوش عنوان بقى، ما تختاريش كارت العنوان، لا بتختاري كارت النص. خلاص تقومي كاتبه مثلا كده مثلا تريننج educators او تيتشرز اون كذا. خلاص وتقومي منزله الصور تحت الايه النص. انا دلوقتي يعني بحاول اطلع لك صوره. عنون الحاجة، الصور اللي أنا هتتكلم عنها إيه؟ اه يا حبيبتي ايوه اه تمام، الله يرضى عليكي. خلاص. إيه هنرجع تاني اما نشوف كده. اهي الصورة اتحملت اهي عندنا. ادي الصورة، ادي اول صورة. جايب لك هنا كلمة كابشن. يعني ايه كابشن؟ يعني انت مثلا عايزة تحطي كلمتين كده عن الصورة اللي انت حطاها تحت الايه الصورة، تظهر لك تحت الصورة. فاقول مثلا ايه ماي، او مثلا ماي اتشيفمنت. اون ام اي سي. على فكرة الصورة واقفة من 11 و10، لما انا بقول لك ما تقلقيش ما كله متسجل. قلقانة مش قلقانة. خلاص وايه وهتخنه باللي بعلامة الاي دي عشان يطلع لنا الخط. فطلعت ايه تحت هي الكابشن، طلع ظاهرة ان ده ايه ده انجازاتي او ايه التحصيل بتاعي على موقع مايكروسوفت. ام اي سي ده اختصار لموقع مايكروسوفت. اوكي خلصنا الصور. لو احنا جبنا كمان صورة عشان عايزة اقولك على حتة حلوة قوي. خلي بالك العرض بتاعك راح، اتقفل. اه اللي هو العرض بتاع الديسك توب اتشال. طب استنى كده ظهر. اه راح تاني، حيظهر اهو. لا هيظهر ان شاء الله. شيلي بقى، شيلي صفحة السكايب دي. شلتها يا حبيبتي. ايوه كده، ده قولي لي بقى تاني كده. دلوقتي انا بضيف كمان صورة تانية عشان اقول لك بقى على حتة حلوة قوي. اه ليه قولي لي. ليه بقى انا بقول لك صورة تانية؟ يعني انت لو عندك مجموعة صور ممكن تعرضي بقى مجموعة الصور دي بطريقة جميلة قوي، كأن ايه يا اما سلايد شو بطريقة العرض اللي هو المتحرك، او كأنها مجموعة صور متركبة فوق بعضها وبتتقلب مجرد ما اللي شايف الصور بتاعك بيمسك الماوس يعمل اه حاجة حلوة كده. دي، انا شفتها صح على العروض بتاعت الناس، صح عاملين الحركة دي. ايوه دي بقى تتعامل ازاي؟ زي ما انت شايفة ممتاز. كده ادي عندنا صورتين، بقى عندنا صورتين. اقوم انا عامله ايه؟ اروح عند اول صوره في بوكس صغير كده مربع صغير على اليمين مكتوب كارد سيلكشن، بقوم عامله عليه كليك عشان يتعلم. الله ايه اللي ظهر؟ ظهر لي على طول علامه خضراء مكتوب وان سيلكتد. يعني ايه وان سيلكتد؟ يعني صوره واحده تم اختيارها. لا انا عايزه احط معاها كمان صوره. اقوم هنا نازله عند الصوره اللي تحت واقوم عامله لها نفس الطريقه. وبعد كده بعد ما الاتنين اتعلموا
ايه اللي حصل؟ اطلع فوق هتلاقي كلمة اسمها جروب. وامال ايه اللي على اليمين ده؟ دي مجموعة حجم الصور لو طريقة عرضها، هل انت عايزاها صغيرة قوي على السويد ولا متوسطة ولا كبيرة قوي؟ طبعا انا بفضل المتوسطة. وبعدين اقوم عاملة جروب، جروب يعني جمع لي مجموعة الصور ديت مع بعض. هتبقى فوق بعدها صح كده؟ ايوه، تمام. اول ما عملت له جروب قام مطلع لك على طول على الشمال شكل الجروب اللي انت عايزاه. ايه يا استاذه السيده، هل ايوه صح. عايزاه بالشكل ده، ان يبقى مجموعه صور فوق يعني مترتبين جنب بعض ومتشافين كلهم مع بعض، ولا مجموعه ستاكس زي الكوتشينه؟ ايوه انا دي بشوفها كتير، اللي هي الستاك دي. ايوه، زي الكوتشينه، ولا مجموعه جريدز يعني برضو متقسمة ومتشافة، ولا سلايد شو بحيث ان المستخدم يمسك بالماوس ويقعد يدوس على السهم يمين وشمال عشان يشوف الايه الشرايح بشكل السلايد شو. طبعا انا بحب جدا الاستاكس دي لانها بتبقى دمها خفيف يعني وظريفة. بتبقى حلو. اول ما اخترت الاستاكس اقوم بقى راح قافلة تاني واشوفها في السلايد شو هي طلعت ازاي في البريفيو، طلعة جميلة. اول ما اعمل عليها كليك تقوم هي تقلب وتيجي تحت كأنك بالظبط ايه بتتفرجي على ما بتعملي إيه ورق كوتشينه مع بعض. خلاص خلصنا، نقوم راجعين تاني. طب انا مثلا عندي فيديو، عندي فيديوهات ورفعها على الانترنت وعلى اليوتيوب وعامله شغل حلو قوي قبل كده، اعمل ايه يا سيده؟ اعمل ايه يا سيده؟ اقوم راحه تحت كده. طبعا انتي لو انت عايزه تدعمي بقى الجمله بكل حاجه انت عاملاها زي ما قلت لك، بتحطي كارت النص الاول تكتبي فيه وبعدين تنزلي تحتيه الصور، كارت نص وتحتيه الفيديو، كارت نص وتحتيه ايه اي تفاصيل تانية. خلاص تمام. طيب انا دلوقتي بحط عايز الأول، أحط التكست النص الأول. يا حبيبتي خلاص تمام. دلوقتي بقى انا عايزه اجيب فيديو، طب اعمل ايه؟ عادي خالص، يا اما نروح عند الصور اللي هي اخر حاجه احنا عملناها ونقوم ندور على علامه الزائد واقوم عامله كده. طب الله، ده ما طلعش عندي هنا كارت فيديو، الحل ايه؟ مكتوب هنا مور كارد اوبشنز، تقومي بقى راح على اليمين قام مطلع لك الايه كارت الفيديو. تمام. خلاص اهو هنختار كارت الفيديو واقوم عامله كده، وتقومي ايه جايبه اللينك بتاع اليوتيوب بتاعك اللي انت عاملاه